ولكم أيها المتقون اسمي كتب الشمس البر والشفاء في أبي حبيب وعود ربنا المدلدين لكل واحد فينا فبيقول لك أيها المتقون اسمي كتب الشمس البر والشفاء في أبي حبيب لما عايزين نختصر الموضوع كده بالكل من بعضه نقول ايه اتقي ربنا هي دي عايزه اتقي فبتقول ربنا في ايه؟ يعني ممكن كده مثلا اقول طيب انا كان قبل ما اشوف كده في العالم ايه اللي خلاني ايه اللي خلى العلم اللي هو عارف الله في النبي ايها المتقون باسم ولاد الكتب الشمس الباب تعالوا كده نراجع التاريخ بين الفرقين بسرعة كده في دقيقة أو في دقيقتين ايه هو تاريخ بين الفرقين لحد ما نتكلم للآية دي على فكرة الآية دي أكثر إصحاح في الكتاب المقدس اللي هو النور بس بيجي بعد المتابعين عند الوطن ويساعد مشاركة في الكنيسة بس الكتاب المقدس اللي هو تبع التوراتية ده أكثر إصحاح فاللي هي كلها بتاعت كل حاجة يعني أيها المتقون باسم لك الكاس الحق بعد ما ربنا هتتقي ربنا هتفتح عليك كلمة الجنة اللي هي حياة المسلم. ايه تاريخ بني اسرائيل؟ دي اسرائيل في الاول كده موجود من اول التكوين كان في ادم بعد ادم جه نوح بعد نوح جه ابراهيم بعد ابراهيم جه ايه؟ اسحاق يعقوب يعقوب جه كم نفر بعده؟ 12 واحد ولا 12 واحد جه بقى كم؟ بقى مصر فرق مين سببه من مصر؟ موسى بعد ما موسى عرف الصلي او الاثنين مين حد كانوا يسوع يسوع ملكي الارض يسوع ملك بعد ما موسى مين دول اربعه ليسوع حاجه فيها الشيطان اللي هم اللي هو مين بقى هذول مثلا سموا ايه المتابعين المدبوره والمفتاح والناس الحلوه دي بعد كده الناس عرف ايه قبل ما كان مهما بدفعت وعرف كده في الوقت اللي فيها الحساب دي قبل كده كل شوية الناس تروح وتيجي فقال ان في ناس مثلا بنت بتاكل من السنة لمدة كام سنة؟ 40 سنة بياكل من السنة معجزة أطول معجزة في التاريخ 40 سنة أطول من السنة يعني غالب إيه؟ بالأمر بيتعلم مري والناس بتتكلم بلايين على ربنا والناس بتتكلم بلايين على ربنا وهكذا بلايين تكون معجزة إذا يمكن أن يدرك لأن المعجزات هي المعجزات وهذه الآيات تبع المؤمنين تبع من الدرس فيها تبقى تستدل منكم طيب بعد كده بعد الابتلاء جه الملوك مين كان الملك؟ شاول بعد شاول جه داوود بعد داوود جه سليمان بعد سليمان جه واربعين ابن سليمان فكده 1000 سنة قبل الميلاد فجه واربعين ابن سليمان فكده الملوك متقسمة اثنين مملكة ايه؟ سمرية مملكة وعلى مملكة في الأرض. السمرية هنلاقي كلها فيها سين. سين. سمرية 10 أحزاب. أسرار راح أسرار لإيه؟ أسير. يبقى كده كلها سين أهي. سمرية 10 أسرار راح أسرار لأسير. بعد أسرار أسير مثل المملكة الجنوبية كمان راح أسرار لإيه؟ بابل. بعد ما قعدوا بدر 70 سنة بعد ما 70 سنة رحت مراجعين كلهم هي أنا كلها طيب طبعا مين الحكاية دي كلها؟ لما تبقى ربنا أنا كنت بنادي إسرائيل ده ابن الإيه؟ ابن البيت ليه هي تكمل الحرارة كده؟ لما تكمل أنت كده غيري في هرب الحكاية كل ما أنت قريب مني أنا إيه؟ أشكرها عليك أحبك وحنين عليك ويديك صلاحة عندك ويديك تبع كلك ويديك 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 دي بعد كده الحالة اللي بدأت آخر بعد كده كده حاجة في اللي هم الأشخاص دي الأنبياء اللي هم في حجاري وزكريا لما بقى عاملين إليهم الدنيا جماعة في أبناء إيه يعني في أبناء جبتة ربنا كلمنا الفتح مرة اثنين للتقدم للحق الصدق. دي مش برضه ايه؟
ممكن لقلبك وممكن لنفسك وممكن لحياتك. كل ما سمع طيب سعادة صحة تمام على صحة آخر بقى اللي أنت بقى من الصحة والسعادة بس محتاجة جهد وجهد من غير الوقت الشديد الهيئة كان نفسي انتظر ربا مستيقى الاسم بلا استثار من الاسم بحبة الكلمة تقول بلا استثار من الاسم فهارة اللي استثار من الاسم انت بانت وحاولت تتبعي هذا اللي انتظر من الاسم تقول اكرم اقنية على اسم اكرم اضافة الام انت قلت ايه قربان من هو اللي انت بتنتفع بيه دي مني يعني ايه؟ يعني من فضلي اكرم اباك وامك امر للطارق ليس الحب رضا ابوك ورزيني دي ليه دريك بس اهل حضرتك انت بتقلد تديله كل العشرة بلد تكون صحيحة يقول لك انا بحبك تعبي عودت القضاء بكل ربنا عودت الطريق بدل ما تدخل اضافه الايمان لكي تطلق الزينه في هذا الايمان بل انت ايه كده من اللي بتعتمد بيها الارجيل في البيت كان ربنا كان سليم هو ربنا كان ده يعني ايه فين السليم ده ربنا لكن انا ده الدليل من صح والدين فين السليم ده ربنا فين قوانين ربنا كل الرسائل قد بغيت من كل اديك انت كمان فعاله كمان فعاله كمان يا ربي وايه فرقت ده الاهل رحت كده كل صاحبك ولا ولا بقى كبير الفرق كل طبق مثلا كده اي حد مثلا من كل كده بتفكر فيه فيها ايه عيب استمرار كده 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 استجابه انت رحت بالاهل ضعيفه انت ليس ذلك فيه عشان تعرف تكرر الظريف لازم تكون حاسس لازم تكون سليم ولازم لازم فالجهد الفريق مثلا ب 60 جنيه فيجي يقول بس الاذن ده ب 40 جنيه كل يوم ب 40 جنيه فمين ده اللي كان يقول لك؟ فمين كان يقول لك؟ انا لسه بقول ساعه ساعه كنت بشتري 40 جنيه مثلا فالصورة دي كده وجهت الجملة هدية قريبة جدا انت تذكر من اهل المتكلفة بطريقة ذلك الفرن وانت تذكر من اهل المستقيم بطريقة ذلك الفرن قرب لوليك حتى يرجع عليك او يرفع وجهك كان رد الدنيا لكن يقول ايه عن كرسي ميتا جلس الكتبة والفريسيين فكل ما يكون ليكم اتعلم ولكن ليكم لأنه كمان بتطلق من إيه بتطلق لأنه كمان ساعات كمان تقدم لربنا الدوائر بتاعتك قد إيه واحد بريد على كتاب القدس وقت الدقيقة أو بصر لي وقت الدقيقة فنادي لعيدة الرب لعيدة الصلاة لعيدة التسبيح لعيدة الكتاب المقدس كمان كمان ساعات كمان إيه كمان دلوقتي أنا أقول لك أنا أقول لك
ثلاث ساعات خد بالك انت ايه رايك لو خدنا نهيج المناطق دي ونقول كيف ضبطت مادة الضبط كيف ضبطت مادة الضبط يكتب وشوف ايه الفكرة دي الآية ازاي كلمة غير الكتاب اللي كتب كلمة كتاب اللي كتب كيف الفكرة دي لما تشوف ايه الكلام التعليمي غير الكتاب اللي كتب كلمة الكتاب اللي كتب كيف ضبطت مادة الضبط اقرا الكتاب دلوقتي اللي بيتكلم عن الفكرة اللي كتب الكتاب ده الفكرة اللي موجودة في الجنة كلمة وجدت كلام الفقير في الجنة ما تفتكرش من بدك الرد التجربة بتاعك الرد عشان كده السيد المسيح يقول يا ابني اعطيني ايه؟ كيدك يا كنيسة عمليك عمليك تركة مين هي المليون اللي فاهمين الكون بذات عمليك الإسلامي؟ وأن مرة الفقير تحت الجليس لفوق هذا الكلام التي فكر بها بذكر قلبك صدقت كلامك في قلبي وكل ما تستطيع ان تكون هدف قلت حمدا يقول لك ايه طب ليه رب لما تقدم التقديمات باسمك ما بتقبل خالص لما تقدم التقديمات باسمك ما بتقبل من سنينك السبب يقول وقد فعلت الهجرة في يوم كان يعطيني نفسي أتحدى بالدماء بالدكانة والصراخ فلا تبالغ التجربة بعد ولا يقبل من يرد من يرد ليه رب ما تقبلش العطايا من الله ليه رب ما تقبلش مننا التجربات والبركونة بين الناس والبركونة من الأولى العطايا في يوم كان يحكيك الليل من قبل أن الرب هو الشاهد دينه بينك وبين إمارة شبابك التي أنت غضبت بها وهي كلمتك وإمارة عبدك إيش تفهم كلمة ربنا مسألة وكلمة موجودتي من البعض دي وخصوصي في كلمة في كل مرة أنا بطلع كل مرة كثير من اللي بطلع بطلع يعني أنا بطلع مرجع أنت عارف كل من الجنس المرجحين فإن يجي المرجح ده تبع بس بيتحط على الدرسين من يوم الجنس هذا من كل محبة الكلمة في الإسلام ليه كتب الدنيا الكبيرة ليه كتب بزوجك وليه كمان دي ليه بتكلم مع الأرض الكبيرة في كل حاجة I'm going to go to the hospital. لكن جمال في المسيحية الإسلامية دينك وبين ربنا وبين الكافر حتى الخميس ليه تكتب بالعقل وازاي تكتب ربنا من هذا تركت بيها يبقى في الدنيا من الإسلام في الدنيا كلهم سماح إلى ما تتكلم في الناس ده نفس الحاجة أصلا خد بالك ربنا أتمنى يسعى الواحد من بيته في الجنازة بنفسه غالبا زرع الماء لأنه يمكن في الكلام قال رب إله إسرائيل لأني عدت أحد الزمن بحديث قال رب الجنود فاستجاري برحكم لأن الله أجباري خد بالك من الحكام بأن أنا أحب أتحمل كل شيء أجبر على كل شيء وأبقى الماء لم يكتب جبت في بعتاثر الدنيا بعد تتعلم لك الدنيا على الدنيا بعد تتعلم لك الدنيا
الطريق اللي يوصل
فريق بني إسرائيل يقول لهم بسير سنين بسر الإسلام رأس سبل أسير عنده في الصد 70 سنة عليه 70 سنة عنده 70 سنة عنده كل حرم كده غير مكان ربنا كل من يوسف فريقة يوسف قال له هتقدر على الأرض كل سنة 6 سنين يتبع ايه تريح الناس هنا بتقول انا في مصر بتاعت اليوم بتاعت برضه لا بتاخد فيه من 5 6 هتقدر علينا مرتين في الدنيا محصول بيقدم 30 6 لكل فرد لازم يكون له بلاد تحصيلات على السنه قعد ربنا يكون له الدنيا يكون له بلد قعد كده كم مره كم سنه رجع مره 90 سنه رجع مره 90 سنه يزرعها الارض السنه السنه تقسم مجموعة تسعين مسألة إذا يحتاج سنة يجيب سنة سنة تحتاج 70 سنة حرف أول خمسة في الجديد أول ما تتخلص تحتاج مجموعة رسالة ربنا هي تخلص تحرف ربنا على هيك المسألة حتى الرسول بزيادة سنة ده المسألة كما يحتاج تصبح عن الدنيا تكتب تكتب على فاتهم لكن في الحق لا يبقى عرض بيقول 3 سنين هات العصير هات جميعا على العصيرة في الحقين يقول هات العصير مجربين مثل مجربين في كل مكان في الناس هات جميع العصير في الحزان عن كل سجود الحزان مجربين بيت ربين يكون في بيت يكون هذا جميع العصير ليه يكون فريق يتعامل مع حصاري برضه عصير الوقت عصير الصحة عصير الخدمة عصير الوقت كيف يكون من خلال كده كل عصير كتيرة للشخص لربنا وبعدين ربنا عمال بيقول لنا في كل الدنيا في الدنيا كده في الدنيا في الدنيا في الدنيا في الدنيا في الدنيا بدأت تعرف كده وعمل الشيء كله سلام كله وماذا كل عبيد قلت العبادة اليوم كده وانا من صنع من الناس الفتن فعندنا وانا من صنع من كل أنا هي كل عبيد كل عبيد وفعلي لماذا يا رب تولد هذيك الإسلام دعنا الناس وانا العبد بطل بس كده بعملوها بس كده بعملوها بس كده حتى في الوقت حتى في مدى الناس الفرحان تبقى بيسلوك مدى الفرحان وعلى يا رب شايف الناس اللي اقتصوان ده اللي بتاع ده الكلام ايه وكمان من كده اقوان في الحمد تبعنا يكون انت تقول لك كل 55 يوم لا لا تقول لك كل اصحابي اصلا هم يعني اللي خلصونا هم اللي بتخشوا السنة هم يعني اللي بيجوا للقداس الساعة 8 الصبح أول ما جينا نفتح السفر هم اللي بيجوا السنة إحنا نخلينا كده نيجي على إيه؟ على 10 10:30 العشاء بتخلص كام؟ مساء العشاء بتخلص 9:30 على 9:30 إلا 5 عشان بس أبونا كده إيه؟ نشوف إحنا داخلين ولا في الآخر نقول له خلينا نقول البحر اللي جاي. صح؟ أقوالكم استقبلت علاج ونقول إحنا عملنا حاجة ما حصلش مفيش أي حاجة من الكلام لكن خد بالك هو أنت ليه أنت مستني ليه الأجر بتاعك اللي في الأرض هو لما جه بيقول اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدموا تهمهم والذين قدموا تنصيحاتهم أعطيهم إيه؟ من إيه؟ السماء قال لك في الأرض عايش في الأرض قال لك السماء فأشوف القرابين مثلا أبونا يصلي وكان ذكر اسمك يا رب على الأرض أكثرهم يوم أيدي يا رب فينا يخوتك بس هذا الشخص لم تتركني بيت بس جدا
إلى هذه الجنة هناك السنة المدينة السنة المستجدين فيها السنة والذات السنة الدنيا لسه مرحلة الدنيا فاتت بعد التالي ليه بدأت إيه في السنة فأنا أقول إن كان من يحتاج الرب كل يحتاج الرب لسه خمس خلوة ليوتي كده ليوتي ليوتي في حياة السنة ليوتي ليوتي في حياة المعنى الذي يحصل لك أن يقال لك الطيب أن يحصل كان يجب أن يكون من يحتك الرب كل يوم في الطريق والرب أفضل للسنة كان يحتك الرب كان يقول لك أنه من بعد في مليج رابط الأبدال إذا من يوم في هذا الشيء كان يوم في هذا الشيء كان يوم في هذا الشيء ومثل الرجاء من التفضيع والمثل الجارس الحب الكيبة وإن فقدت لا تسمع إلى يعد الله من المريح وكيل بولس الرسول يقول لنا التي فارقنا بكل بركه روحيه في السماويات ايام بنصلي الصلاه ذاكر ايام النور الخفيف الذي يضيء لكل انسان ات الى العالم كان ده بتيجي حتى في حاله اللي هي الكتاب الجميل بتاعت المعموده حتى ربنا ايوه اثنين ولكن ايها المتقين اسمي كفر الخمس ركعات الا تجلس في صلاه الكرامه ويتمكن بخمس ركعات ويتمكن بصلاه بما على المدار المدرسية دي وكان موجة موجة بتعرف إحتياجها يبدو مثل تعليم في الإنترنت يعني حاجة فيها سكتور مدرسية والحاجة دي ما هي كان تعليم كلها بتقول إن لو حد يعرف حد كده مدرسات يعني يتم كتاب عن التنظيف خطر وكتاب مستكير كتاب عن موضة بكثير خلال من الناس بيكلموا في دي موضة وإذا دي ستة وعزة تنظيف زي كتاب هنا عندنا إذا الله يقرأ ويقرأ التنظيف بكر إنسان الله وبرك من دين المهدود وبين المرقص كله في رعاية الدين من حتى هؤلاء المسلمين من الذي يفاتي ولازم ان يكفي للكفه ويمكن زي ما قلنا امبارح الحمد لله النهارده امبارح فيه حتى المؤمنه لو من ربنا هي حاجتين لكن في ايات ثانيه زي كنا بكره كده بتلاقي ان ربنا بيقول المسكة اللي هو عن ثالث ومتقدر ثالث إنه حتى لا يمكن لا يمكن أن يمكن فيه
الذكر لم يمكن أن يتحكم حتى هؤلاء ينتهي إلى إنفاق الوضع المكافئ المكافئ. كل سنة تتوجين ويبتدي السلام في حتى الناس تتوجيه للسيارة بالحكومة.